السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديروا اول كور عندنا بالنسبة للرياضيات على الموقع www.exomaroc.com. نشوفوا الشابتر الاولى لا ليميت اي كونتينيويتي. الو في هذا الشابتر هذه الحاجة الضرورية بزاف وهي كيفاش كنحسبوا لا ليميت. اما داكشي الاخر غير حفظه وشي حاجة عادية شي سامبل. يعني الا عرفتي تحسب لا ليميت الا فهمتي هذه الشيمه هذه هي كيفاش كنحسبوا لا ليميت. هادو هما لا ميثود وهادشي كيفاش كنبداو لا ميثود ديالنا باش نحسبوا ليميت ديالنا. الا فهمتي هذه الشيمه مزيان اي ليميت طرحات عندك تخدمها بكل سهوله. وهاد ليميت هذه ضروريه بزاف في ليكزام في الموحد. الا كنتي كتعرف ليميت يعني الداله تجاوب عليها كامله. الا ما كنتيش كتعرف ليميت مشات لك واحد 6 البوان الى 7 البوان في الداله من اصل 9 ولا 8. الو حنايا غادي نبداو اول حاجه كيفاش نحسبوا لا ليميت. هادشي راه متسلسل بشويه علينا. اول حاجه باش نحسبوا لا ليميت عندنا ليميت ديال اف دو اكس حيث اكس يؤول طونبي ك. ك هو واحد العدد اون نومبر غير ولا كينتمي بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. يقدر يكون بلوس لانفيني يقدر يكون موان لانفيني يقدر يكون واحد جوج ثلاثة ان نومبر غير اكسيتيرا. الو اول حاجه كنديرو باش نحسبوا لا ليميت كنحسبوا الايماج ديال الفونكسيون. يعني الا كانت لا ليميت ديال اف دو اكس حيث اكس كتمشي لبلوس لانفيني كنحسب الايماج ديال اف ديال بلوس لانفيني. كانت كتديرو النومبر غير كنحسب الايماج ديال النومبر غير. الو حيت كنحسبوا الايماج ديالو الا لقيناه عطانا النتيجه ديال بلوس لانفيني موان لانفيني اكسيتيرا كنقولوا ليميت فيني. صافي كتسالي ليميت حنا لقينا ليميت بشكل مباشر. الو ويلا خرجتنا فورم انديتيرميني شكون هما فورم انديتيرميني عندنا اربعه. الا خرجتنا صفر على صفر بلس لانفيني موان لانفيني لانفيني على لانفيني صفر في لانفيني هاد الربعه هادو الا خرجوا لنا ضروري اننا نمشيو لواحد الميثود من هاد لي ميثود اللي عندنا. عندنا هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 د لا ميثود. ولكن حنايا في البكالوريا هاد ديفلوبمون ليميتي اي تيوري دو بوتار ما كنخدموهمش. يعني هاد جوج هادو كان انوليهم شونجمون دو فاريابل صحاب بي سي ما كيخدموش بها ولكن كيخدموا بها في الانتيغرال. يعني خاص تكون فاهمه صافي ليميت كاركتيرستيك هادو ضروريين تيوريم دو جوندار تاعي ضروريه. وبالنسبه لهاد الثلاثه هادو هما اللي كيخدموا بهم بزاف. الوغ غنمشيو بشويه علينا. الوغ قلنا اول حاجه كنحسبوا الايماج ديال الفونكسيون. الوغ غنديروا واحد اكزومبل. الوغ عندنا ليميت الوغ نقولوا حنا عطانا البروف ليميت ديال اكس كتمشي لجوج صافي ديال 3 اكس زائد جوج صافي. الو قلنا اول حاجه كنديروا هي كنحسبوا الايماج ديال الفونكسيون. يعني فين ما لقينا اكس كنعوضوها باش بجوج سي سامبل. يعني كتساوي لنا 3 في جوج زائد جوج اللي كتساوي لنا 3 في جوج هي 6 6 زائد جوج هي 8 سي سامبل. احنا لقينا لا ليميت ديالنا كتمشي ل 8. الو تصور انه نحيو هذا المشكله حيت كيعطينا هنايا بلوس لانفيني. الو نتصوروا انهم عطاونا بلوس لانفيني. الوغ بلوس لانفيني اكزاكتومون سي سامبل كنديرو 3 فاش بلوس لانفيني زائد جوج. 3 في بلوس لانفيني بلوس لانفيني واحد نومبر كبير. يعني الا ضربنا 3 يبقى بلوس لانفيني. يعني 3 في بلوس لانفيني هو بلوس لانفيني وبلوس لانفيني زائد جوج هي بلوس لانفيني بلوس لانفيني. يعني ما عطاناش فورم انديتيرميني. الوغ هنايا هاد ليكزومبل ما عطاناش فورم انديتيرميني يعني ليميت ديالنا سالات ما فيهاش مشكل. الو دابا نشوفوا واحد اللعيبه اخرى الا عطاتنا فورم انديتيرميني يعني حسب لها ليميت اكزومبل بحال هكا ليميت ديال اكس كيمشي لبلوس لانفيني ديال 3 اكس زائد اكس او كاري اكزومبل بحال هكا اكس او كاري زائد 5 اكس. الو هنا حيت تجي تعوض نتايا بلوس لانفيني غاتعطيك 3 في بلوس لانفيني شحال بلوس لانفيني زائد بلوس لانفيني او كاري هي بلوس لانفيني. يعني الفوق تعطينا بلوس لانفيني والتحت تعطينا بلوس لانفيني او كاري بلوس لانفيني زائد 5 في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. يعني بلوس لانفيني على بلوس لانفيني يعني فورم انديتيرميني في هاد البارتي الثالثة كما كتشوفوا عطاتنا فورم انديتيرميني. يعني امبوسيبل انك كتحسبها كتقول للبروف ان هذه فورم انديتيرميني. يعني كتجي واحد من هاد لي ميثود هادي باش تخدموهم. ونوريكم كيفاش اننا كنستعملوا هاد لي ميثود كيفاش كنختاروا لي ميثود لي ملائمه لهاد الاكزيرسيس هذا لهاد التمارين كيعطيكم للبروف. الوغ نحيو نمشيو لي ميثود الاول. نتمنى انكم فهمتوا. قلنا شنو قلنا قلنا ديما كنبداو ب كنكلكولو لا ايماج ديال اون فونكسيون صافي كنحسبوا الايماج ديال اون فونكسيون. هذا اول حاجه امبوسيبل تجي انت تحسب لي ليميت تمشي لي ديريكت
الميثود لا غلطه، تقدر تصلح لك غلطه، تقدر تصححها ولكن 90% تقدر تصلح لك غلطه. يعني اول حاجه كنحسبوا الايماج حتى تعطينا فورم ان ديتيرمين، عاد نمشيو لهاد لي ميثود. اما الى عطاتنا ليميت فيني كنحطوها اون ديريكتومون، راه شي مره كتعطيك ليميت فيني بلس انفيني، ولا تمشي شي ميثود هنا كتعطيك موان انفيني كيصدق لك 80 غلط. الوغ ركز معايا فهاد القضيه هذه، لان في بعض الامتحانات كيديك البروف كيعطيك كتحسب بلوس لافيني، انت اش كتجي دير؟ كتحسب بلوس لافيني كتلقى فورم ان ديتيرمين كدير واحد من هاد لي ميثود صافي، وكيعطيك عاد حتى موان لافيني. انت اش كدير؟ كتجي دير ليك الميثود، لان كتقول بلوس لافيني بحال موان لافيني طاق كتجي دير الميثود كتخرج لك غلطه. لا خاصك تمشي الايمال عاد تمشي الميثود، هادشي متسلسل. قلنا لك حسبوا ليميت كنمشيو للايماج كنمشيو للميثود، نمشيو للميثود الاولى. الميثود الاولى الا كانت عندنا بلوس لانفيني موان لانفيني، اش كنعني هو الا كانت عندنا بلوس لانفيني ولا موان لانفيني؟ يعني الا حسبنا ليميت ها انتما تبع هنايا حيت اكس طونفير اش لقيتي هنايا، هنايا انت كتشوف الا لقيتي هنايا تحت بلوس لانفيني ولا موان لانفيني صافي، الا لقيتي تحت هنا بلوس لانفيني ولا موان لانفيني كتمشي لهاد الميثود اون ديريكتومون، كتمشي لهاد الميثود. اش كنديرو؟ اون فاكتوريزي لو بلوزيور دوغري، يعني كنعملو بلوزيور دوغري ولا بصفه عامه كنهزو غير بلوزيور دوغري كنحطوهم. الوغ اكزاكتومون هنايا نحيو هادي، الوغ نتصور هنا في البروف عطاك بلوس لانفيني، الوغ هنايا بلوس لانفيني ديال 3 اكس اكزومبل بحال داك القضيه فايته اكس او كاري على 5 اكس زائد نديرو هنا اكس او كاري بحال هكا صافي. الوغ هنا شنو كتلاحظ؟ اول حاجه كنديرو ديما كنكالكيليو الايماج ديالنا، غادي نكالكيليو انت تعطيك بلوس لافيني على بلوس لافيني، يعني الا جيت تحسب هنا نعوضو اكس بلوس لافيني غتعطيك بلوس لافيني في 3 شحال؟ بلوس لافيني زائد بلوس لافيني او كاري هي بلوس لافيني، يعني فوق بلوس لافيني، ولتحت تعطينا بلوس لافيني يعني هي فوق بلوس لافيني ولتحت بلوس لانفيني، يعني هاد القضية ديال التعويض ديال بلوس لانفيني موان لانفيني حاولوا انكم تفهموها مزيان صافي. الوغ كتعوض فيما لقيتي اكس عوضو بلوس لانفيني صافي، الا عطاتك بلوس لانفيني في واحد العدد راه بلوس لانفيني، ولكن داك العدد بوزيتيف كما كنشوفو هنايا يعني موجب، يعني الا كان سالب هنا الا كان ناقص 3 راه ناقص 3 في بلوس لانفيني شحال؟ موان لانفيني. هاد التوشيات هادو خاصكم تفهموهم مزيان، راه كيعطيوهم البروف واحد الجي دي ويلا هكا بلوس لانفيني في موان لانفيني شحال كتساوي، واحد النومبغ نيجاتيف بلوس لانفيني شحال كتساوي اكسيتيرا، هادشي راه كيعطيكم البروف. الوغ هنايا عطاتنا فورم انديتيرميني سي بيان، الوغ حنا عطاتنا فورم انديتيرميني اشنو كنشوفو؟ كنشوفو اكس طونفير بلوس لانفيني، يعني اننا كنختارو لي نختارو الميثود الاولى باينه، لان عندنا بلوس لانفيني في موان لانفيني يعني كنديرو فاكتوريزيو يعني كنعملو باكبر اس هنا، كنشوفو شكون هما اكبر اس هنا، عندنا هذا هو اكبر اس هنا وهذا هو اكبر اس هنا، يعني كنهزو اكبر اس بلا ما نعملو بلا والو نهزو اون ديكتومون اكبر اس، يعني كيساوي لنا ليميت ديال اكس كيمشي لبلوس لانفيني. شكون هو اكبر اس هنا؟ كنهزو حتى الاشاره اللي قدامها يعني بلوس، يعني كنحطو اكس او كاري على اشنو قدام الاشاره هنا اكس او كاري، يعني هنا اكس او كاري على اكس او كاري شحال كتساوي لنا؟ سهله واحد اكزاكتومون واحد. الوغ احنا لقينا ليميت ديالنا بهاد لي ميثود سهله بزاف، يعني ماشي ضروري انه يكون راسيونيل، يقدر يكون بولينوم وانا نخدمو عليهم. الوغ نشوفو شي حاجه بولينوم، الوغ يكون دال هكا بولينوم، الوغ بحال هكا ليميت ديال اكس كتمشي لبلوس لانفيني ديال نقولو حنا 3 اكس او كاري ناقص 5 اكس. الوغ حنا الا جينا نعوضو هنايا سي بيان هادي زوينه، جينا نعوضو هنايا شحال غتعطيني؟ جيتي نتا تحسب الايماج غتعوض اكس بلس لانفيني، يعني اكس بلس لانفيني او كاري غتعطيك بلس لانفيني، بلس لانفيني في 3 شحال؟ بلس لانفيني، غتبقى لك ناقص 5 في بلس لانفيني، ناقص 5 في بلس لانفيني شحال؟ هي موان لانفيني، يعني غتعطيك هنايا بلس لانفيني موان لانفيني، وهذا فورم انديتيرميني اللي عندنا في البارتي الثانيه. الوغ هنايا غادي نمحيو هذه لان عطاتنا فورم انديتيرميني، خاصنا ندير واحد الميثود من الميثود اللي عندنا البروميير باينه، لان عندنا هنايا بلس لانفيني. الوغ هنايا نديرو ايكال، الوغ هنايا عندنا 3 اكس او كاري ناقص 5 اكس، كنهزو لو بلوزيور دوغري، يعني كنهزو هذا نهزو ها هو، يعني كنهزو كتساوي لنا ليميت ديال اكس كيمشي بلوس لانفيني ديال 3 اكس او كاري، يعني اجي نعوضو هنا بلوس لانفيني غتعطيني شحال؟ غتعطينا بلوس لانفيني، وحنا لقيناها بكل سهولة بسيط بزاف. الوغ هنايا كتهز قدام، غنديرو شي اكزومبل لي باش تفهمو مزيان. الوغ نديرو شي اكزومبل، يلا نديرو 5 اكس بحال هكا زائد 6 اكس او كاري بحال هكا،
الوغ نديرو هنا اكس هنايا ناقص هنا نديرو ناقص ونديرو هنا نديرو 3 اكس او كاري باش يساعد نحسب. الوغ هنا اش كنديرو كنعوضو هنايا الى عوضنا هنا اش غتعطينا غتعطينا بلس لانفيني فوق وتحت غتعطينا غتعطينا بلس لانفيني مو لانفيني يعني فورم انديتيرميني باينه يعني عطاتنا فورم انديتيرميني. الوغ اش غنديرو غنديرو لا ميثود الاولى غنهزو لو بليزيوغ دوكري لو بليزيوغ دوكري الفوق هو هو هذا لو بليزيوغ دوكري اللي تحت هو هذا اللي عندنا هنايا هاد الدوكري جوج جوج هنا عندنا غير واحد واحد شكون اللي كبير جوج ولا واحد جوج يعني هاد البليزيوغ دوكري اللي تحت والبليزيوغ دوكري اللي فوق هما اللي كبار كنهزوهم يعني كتساوي لنا ليميت ديال اكس كتمشي لبلوس انفيني كنهزو البليزيوغ دوكري ديال الفوق هو 6 اكس او كاري مقسومه على ناقص 3 اكس او كاري شحال كتساوي لنا الوغ هنايا كنختزلو بالاكس او كاري حنا اختزلنا شحال كتبقى تبقى 6 ناقص 3 ناقص الزينة الوغ 6 على 3 يعني ناقص 2 سي سامبل احنا لقينا ليميت ديالنا يعني. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي الوغ ان شاء الله نتلاقاو في فيديو ثاني باش اننا نشوفوا لي ميثود الاخرين بارتي بارتي بشويه باش اننا الا فهمتي هاد لي ميثود اي 80 كيما جاك كيما طحنوا تخدموا سي سامبل إذا جاك أي حاجة تخدمو عيد ضبط هاد الشمالي هاد الشمالي ركز عليها احفظها شو كدير تحفظها سي سامبل اللي حطيتيها راه صافي أي 80 راه يجي صافي نتا عندك لي ميثود في عقلك طق 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 كتشوف بلوس لافي طراق حط لي هاد لي ميثود الأولى كتلقى الجدر حط لي هاد لي ميثود الجوجة لقيتي حسبتي لي ميثود لقيتيها صفر على صفر حسب حط لي هاد لي ميثود لقيتي سينس وكوسينس حط لي لي ميثود الأخرى لقيتي الاكسبونونسيال اكسيتيرا هادشي تقراو في الدوره الجوله حط ليه هذه لقيتي شي حاجه معقده سينوس ا وكذا كتحط شارج مودو باغي بس ديك الحساب لقيتي النتيجه عطات صفر على صفر لانفيني على فين كديري اوبيتال لقيتي حاجه معقده بزاف كدير ديفلوبمون ليميتي وهذه ما عندكمش ان شاء الله في المدارس العليا ان شاء الله حتى تقبلوا ان شاء الله تقراو ديفلوبمون ليميتي او تيرين دو اوبيتال اكسيتيرا تفهموا اكزاكتومون شي مزيان نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم نتمنى انكم فهمتوا هذه البارتي مزيان نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.